الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أخوتي الأعزاء، مرحبا بكم في اللقاء الثاني من لقاء الدورة العلمية في المسجد الحرام، والتي تتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا. ولعلي في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن أذكر عددا من الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة. ففي باب فرض الصلاة يقول: من المعلوم أن الصلاة من أعظم واجبات دين الله، هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وعندنا في هذا الباب عدد من المسائل. المسألة الأولى: هل تجب الصلاة على مريض كورونا أو لا تجب؟ فنقول: الأصل أن النصوص التي دلت على وجوب الصلاة نصوص عامة تشمل بعمومها المريض، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الأمراض كان يحافظ على صلواته، قد قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على وجوب الصلاة على المريض ما دام عقله معه. والمسألة الثانية: كيف يصلي المريض؟ فنقول: يؤدي الصلاة على حسب حاله وقدرته، فما كان يستطيعه من أركان الصلاة وجب عليه أن يؤدي الصلاة بتلك الأركان التي يستطيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الأخرى: الصلاة على المغمى عليه. من المعلوم أن المجنون لا تجب عليه الصلاة لا أداء ولا قضاء، وأن النائم يجب عليه قضاء الصلوات التي نام عنها. وبقي معنا المغمى يتردد فيه، هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ ترتب على ذلك: هل يؤمر المغمى عليه بقضاء الصلوات أو لا؟ وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول: أن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي الصلاة مطلقة، هذا مذهب الإمام أحمد. قد يستدلون على ذلك بما ورد أن أنس رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فلما استيقظ قضاها. القول الثاني يقول بأن المغمى عليه لا يقضي الصلوات التي فاتته حالة الإغماء، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي، وألحقوه بالنائم. ولكن بينهما فرق، فالنائم لا يمكن إيقاظه، النائم يمكن إيقاظه والمغمى عليه لا يمكن إيقاظه. والقول الثالث في المسألة بأن المغمى عليه إن كان إغماؤه يوما وليلة فأقل، فنعتبره من النوم ونوجب عليه القضاء، وإن كان إغماؤه أكثر من هذا المقدار قالوا فإنه لا يلزم بقضاء الصلوات التي فاتته حال الإغماء. وقالوا بأنه إذا كان إغماؤه أقل من اليوم والليلة أمكن إلحاقه بالنوم، بخلاف ما إذا طال الإغماء فإنه لا يصح إلحاقه بالنوم، يتعين إلحاقه بالجنون. ومذهبهم في هذه المسألة من أقوى المذاهب، اعتبارا بملاحظة غالب النوم. المسألة الرابعة: في حكم تأخير
أداء الصلوات من أجل المرض، فمريض كورونا قد يحتاج إلى أن يؤخر الصلاة، فنقول له هذا على نوعين: النوع الأول ما كان قبل انتهاء الوقت، حينئذ يجوز تأخير الصلاة ولا حرج، لأن الوقت لا زال باقيا. والثانية تأخير الصلاة بعد الوقت، فنقول متى كان المريض متمكنا من أداء الصلوات وجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت، وتكون صلاته على حسب حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن الوقت المفروض. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مسألة أخيرة في باب فرض الصلاة، وهي: من اعتقد عدم وجوب الصلاة لكونه مريضا فتركها ثم عرف أنه يجب عليه أن يصلي، فهل نلزمه بالقضاء أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول هذا جاهل وبالتالي يكون قد رفع عنه القلم فلا يطالب بقضاء تلك الصلوات لأنه لم يكن يعرف وجوبها، وقد قال تعالى: لينذركم به ومن بلغ، وهذا لم يبلغه الحكم. القول الثاني بأنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات لأنها قد وجبت في ذمته وتعلقت بها، فلا يبرأ منها إلا بأداء أو بإبراء من الشارع، ولم يحصل إبراء فتعين عليه القضاء. ننتقل إلى باب شروط الصلاة. من المعلوم أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن المسائل المتعلقة بمريض كورونا إذا عجز عن استقبال القبلة، كذلك المريض الذي على سرير مرضه لا يتمكن من استقبال القبلة، فحينئذ نقول له بأنك معذور، بالتالي يسقط عنك هذا الواجب. من القواعد المقررة بأنه لا واجب مع العجز. من المسائل المتعلقة بهذا أن المريض قد يحتاج إلى لبس الحرير لوجود ذلك المرض، فإن كان ينتفع بلبس الحرير فالجماهير على جواز لبسه له. من المسائل المتعلقة بهذا ما لو انكسر عظم المريض فقاموا بتجبيره بنجاسة فخاف الضرر بزواله، فإن صلاته صحيحة ولا يلزم بإزالة تلك النجاسة. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة مفارقة الإمام لعذر المرض، فإن إمام الصلاة قد يطيل في صلاته ويكون هناك مريض يتأذى من طول الصلاة، لأن هذا المرض يهد البدن ويتعب العظام، وبالتالي صاحبه يحتاج إلى الراحة، وطول وقوفه يؤثر عليه ويزيد في مرضه. فنقول في هذه الحال إذا كان المرء مريضا طال الإمام في صلاته فلا حرج على المأموم المريض أن يفارقه في الصلاة، كما ورد في حديث معاذ عندما قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة. من المسائل المتعلقة بهذا لو أن الإمام سبقه الحدث في أثناء صلاته فهل له الحق في أن يستخلف المريض؟ فنقول نعم يحق له ذلك، ولكن هنا مسألة وهي
أن من علم من نفسه المرض لم يجوز له أن يذهب إلى المسجد أو أن يصلي مع جماعته، وذلك لما ورد في النصوص من النهي عن قدوم المريض على من كان صحيحا يخشى على نفسه من انتقال العدوى إليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد مصح على ممرض. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء فيما يتعلق ب، وفي الحقيقة صدر قراران متعلقة بهذه الجائحة. أول القرارين يتضمن من يترك صلاة الجماعة ولا يصلي في المسجد، فإنهم قد قسموا الناس الذين يتعلق بهم حكم ترك الصلاة في المسجد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المريض بهذا المرض، فمثل هذا أفتوا بأنه يحرم عليه أن يقدم على المسجد حال مرضه لئلا ينقل المرض والعدوى إلى غيره. والحال الثاني من كان محجورا بحيث صدر له توجيه بأن يلتزم بالحجر في بيته، ما لقدومه من سفر، ما لمخالطته المرضى أو نحو ذلك، فهذا لا تجب عليه الصلاة في المسجد، بل يصلي في مكان حجره ويلتزم بتوجيه صاحب الولاية. والنوع الثالث من كان خائفا من انتقال العدوى إليه أو منه، فهذا الصنف يعذرون في ترك صلاة الجماعة في المسجد. وقد قرر الفقهاء أن من خاف على ماله جاز له ترك الجماعة، فكذا من خاف على صحته. وأما القرار الثاني الذي صدر من الهيئة فهو القرار المتعلق بإغلاق المساجد خشية من انتقال هذا المرض، وقد قرروا بأن صاحب الولاية متى رأى أن المرض منتشر وأنه يخشى من كون المساجد مواطن موبوءة لهذا المرض فإنه حينئذ لا بأس من تعليق الحضور إليها. وقرار قرارات الهيئة متداولة ومتناقلة. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة من عجز عن القيام في صلاته لمرضه، وهذه قد جاء فيها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من المسائل المتعلقة أيضا مسألة رفع اليدين، فإن من المعلوم أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. وهذا الحكم قد ورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة ومالك بن الحويرث وجماعة. والشاهد من هذا بأنه لو عجز المريض عن رفع إحدى اليدين فإنه يرفع اليد الأخرى، كما لو كان في إحدى يديه المغذي الذي لا يستطيع رفعه فإنه يرفع اليد الأخرى. وهكذا لو كان يعجز عن وضع يمينه على شماله فإنه يفعل منه ما استطاع. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل مباشرة الأرض في السجود بالأعضاء السبعة،
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على 7 أعضاء. فإذا عجز المريض القادر على السجود، إذا عجز عن السجود ببعض أعضائه، فإنه حينئذ يسقط عنه هذا العضو. ولو قدر أنه صعب عليه السجود بجبهته على الأرض، فلا حرج أن يرفع شيئا من ذلك بوضع سجادة، لكن تكون على الأرض. ومن المسائل التي يحتاج إليها الآن ما يتعلق بالإتيان بفرشة الصلاة ليتمكن الناس من الصلاة عليها، وذلك خوفا من جعل المساجد مواطن لانتشار الوباء، فيقدم كل مصل بسجادته، ولا بأس أن يلزم بذلك. من المسائل المتعلقة بهذه الجائحة أنه عند نزول الإنسان إلى الأرض فإنه يستحب أن يعتمد على ركبتيه في النزول وفي القيام، فإذا عجز فلا بأس من أن يعتمد على يديه، إذ لا واجب مع العجز. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المريض قد يحتاج إلى الالتفات في أثناء صلاته، فإذا التفت في أثناء الصلاة لمشاهدة ممرض أو لمشاهدة المغذي أو نحو ذلك، فإذا التفت في أثناء الصلاة ولم يستدبر القبلة فإنه لا حرج عليه في ذلك. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما لو قال الطبيب الثقة العدل للمريض: إن صليت مستلقيا فيمكن أن أداويك. وهذا قد يكون في عمليات العيون، يطالب الطبيب المريض بأن يستلقي مدة، فنقول لا حرج في مثل ذلك دفعا للضرر المتوقع من عدم العلاج. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة تمريض المريض، فإن القائمين على المرضى قد يحتاجون إلى ملاحظة المريض، وبالتالي قد لا يتمكنون من أداء صلاة الجماعة أو في المسجد، فنقول إن الواجب حينئذ من أداء الصلاة في المسجد أو مع الجماعة يسقط إذا لم يجد المريض من يقوم بتمريضه غير ذلك الشخص. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة الصلاة في السيارة، فإن الأصل أن يصلي الإنسان قائما بحيث يتمكن من السجود والركوع، لكن المريض عاجز أصلا، فنقول حينئذ لا حرج عليه في أن يترك بعض أعضاء الصلاة، بعض أركان الصلاة من أجل مرضه. ولكن إذا أجيز له أن يترك ركنا لا يعني أن يترك جميع الأركان. من أمثلة ذلك أن بعض الناس يعجز عن القيام في الصلاة فيصلي جالسا مع إمكان أن يسجد على الأرض، فنقول له لا تصح صلاتك حينئذ لفقدها ركنا من أركان الصلاة يقدر المصلي على الإتيان به. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة قصر الصلاة للمريض، الأصل في المرضى غير المسافرين أنه يجب عليهم إتمام الصلاة وأداؤها 4، ولا يحق لهم القصر لأنهم غير مسافرين. وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم منه أنه عليه جناح
إذا قصر الصلاة لغير السفر. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب مسألة جمع الصلاتين، فالأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويستثنى من ذلك بعض من رخص لهم الشارع كالمسافر، وكالجمع حال المطر، كجمع المستحاضة التي تغتسل للصلاتين. فمن كان محتاجا للجمع لمرضه، مثل من يتناول المخدر وصحوه قليل يريد أن يصلي الصلاتين في وقت صحوه، فأقول لا حرج عليك في ذلك. مثل هذه المسألة، مسألة الممارس الطبي من الأطباء والممرضين ونحوهم، إذا احتاج إلى أن يكون بقرب المريض فإنه لا حرج عليه في أن يؤخر الصلاة الحاضرة إلى الصلاة القادمة التي تجمع معها، فإن الشارع قد رخص لأهل الأعذار قصر جمع الصلاتين، وفي أمور هي أقل من هذا الأمر. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب مسألة صلاة الجمعة، فإن المريض يبقى في تردد هل يصلي الجمعة أو لا، فنقول فيه كما قلنا في الصلاة مع الجماعة في المسجد: أولا، من كان مريضا فإنه لا يحق له ولا يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة خشية على الناس منه. والثاني، من كان محجورا لمخالطته المرضى أو لقدومه من السفر، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. الحالة الثالثة، إلا إذا تمكن من ألا يكون قريبا من غيره من المصلين. والثالث، من خاف على نفسه أو خاف من نفسه على المسلمين، فإنه لا حرج عليه في أن يترك الجمعة في هذه الحال. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بالمرضى، هل يصلون صلاة العيد وهل يخرجون للمصلى أو لا؟ ونقول المرضى يخشى على الناس منهم، وبالتالي لا حق لهم في أن يخرجوا لمصلى العيد. ومن المسائل المتعلقة بباب الجنائز مسألة زيارة المريض، والمريض بهذا المرض الكورونا يخشى من أن يعدي الآخرين، وبالتالي لا يجوز أن يزار لمن لا يأمن على نفسه من انتقال المرض إليه. في هذه الحال يكتفي بالتواصل مع المريض سواء بالهاتف أو الاتصال المرئي ونحو ذلك، ونرجو أن تثبت له أجور زيارة المريض. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة الرضا بالمرض، من أصابه هذا المرض فعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يعلم أولا أن هذا المرض يكفر الله به سيئاته، وثانيا أن يعلم أنه متى صبر فإنه يعظم أجره وثوابه، وإذا ترقى فأصبح راضيا بقضاء الله وقدره كان هذا أكثر له في الأجر والثواب، كان هذا من أسباب رضا الله عنه. ومن المسائل أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن لحوق مرض كورونا به، ولا يعد هذا من باب الشكوى وإنما هو من باب الإخبار. وفي نهاية هذا الدرس أذكر عددا من المسائل النوازل التي كتبت فيها أو تكلمت عنها
والمتعلقة بجائحة كورونا. أول هذه المسائل مسألة الاقتداء بالإمام في المقرفون، فإن المساجد لما علقت الصلاة فيها وأصبح إما أنه لا يصلى إلا المسجد الكبير مثل المسجد الحرام أو وقفت بالكلية، حينئذ أفتى بعضهم بجواز الاقتداء بالإمام في وسائل الإعلام مهما ابتعدت ديارهم. كتبت بيانا كبيرا طويلا في هذا الباب، وبينت أن الجماعة لم يقل عنها جماعة إلا لاجتماع الناس، فعند تفرقهم لا يعدون جماعة. والمسألة الثانية مسألة التباعد بين المصلين، فإنه قد ورد في النصوص الأمر بالتراص تراصوا، وظاهره أنه للوجوب، وبذلك قال الظاهرية. مذهب الأئمة الأربعة على عدم وجوب التراص، وإنما هو على الاستحباب، وهذا القول أظهر وله أدلة تدل على عدم لزوم التراص وعدم وجوبه. والمسألة الثالثة مسألة صلاة الغائب، فإن الانتقال لأداء صلاة الجنازة في المقبرة مع اجتماع الناس واختلاطهم وكثرة من فيهم قد لا يؤمن معه من انتشار المرض، ولذلك كان مما أفتيت به أن صلاة الغائب تشرع في هذه الحال، وذلك لأنه قد طلب من الناس ألا يكثر اجتماعهم في المقابر. المسألة الرابعة فيما يتعلق بصلاة العيد، فإنه مع إغلاق المساجد تردد الناس في مسألة صلاة العيد، فأفتى بعضهم بأنه لا تصلى صلاة العيد مع وجود الحجر، والأظهر أنه لا بأس أن يصليها الفرادى وأن يصليها الرجل مع أهل بيته، ولكن بدون خطبة، وذلك لأن النصوص الآمرة بصلاة العيد نصوص موجهة للفرد، كما في قوله فصل لربك وانحر، وكما في قول رب العزة والجلال قد أفلح من صلى وذكر اسم ربه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جماهير أهل العلم على أن المراد بالأمر بالصلاة هنا صلاة العيد، ولذلك فالأظهر أنه لا بأس أن تصلى صلاة العيد لمن لم يتمكن من الحضور أو لم تقم الصلاة في بلده. وكان أيضا من المسائل التي اشتهرت هذه الأيام مسألة زكاة الفطر من التمر، وكان الصحابة أغلب ما يخرجون من زكاة الفطر من التمر، وهي المنصوص عليها، ولم يرد في النصوص كلمة قوت، ولكن الصواب أن ما مثلها يلحق بها من الأصناف. الحديث نص على التمر والشعير والأقط والزيت، فما كان يماثلها يلحق بها. هذه خلاصة لأحكام جائحة كورونا فيما يتعلق بأبواب الصلاة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.